بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أطلقنا التطبيق الذكي لهيئة الأعمال الخيرية سعيا منا لمواكبة التطور التقني الحديث، وأيضا تماشيا مع المستهدفات بما يتعلق بالابتكار والإبداع. التطبيق هذا تطبيق ذكي وشامل لجميع المشاريع والبرامج الإنسانية التي تقدمها هيئة الأعمال الخيرية. يتم عبر خطوات محدودة عن طريق استخدام بطاقة الائتمان التبرع في أي برنامج أو مشروع خيري يتعلق بهيئة الأعمال الخيرية، أو بإمكان المتبرع طلب موظف هيئة الأعمال الخيرية للوصول إلى المكان الذي يحدده.